لا يمكن قطع ربع للدار حتى ازيلال حتى يغنوا معرض بالضبط كحلو في وفيها شوية السفورية. لا ضربتني جوج مرات عضتني سحبني الشوك ما ديتهاش فيها زيت على ربعي ويتعضني ويتقرصني مرة ثانية صافي سخفت غير عقبت يدي وجاتني الدوخة سخفت لما قال لي والدي ديك الساعة الازيلال ما داروا لي والو. كنت شفت انا شي تخوم وهذه فاش كانت في لوبيتال ومشينا عاوناها كتكلف بها السيد العامل باش مشات دارت لوبيراسيون وصافي قلنا راه غادي تبرا وداكشي. من بعد كانت تفاجأ كتعيط عليا كتقول لي ماما جليله راه الحريق في يدي غادي نموت. قلت لها فين كاينه؟ قالت لي راه انا غير في الزنقه بحكم والديها مساكن فقراء وما عندهاش وامكانياتها محدوده ما قالت والو ما قالت لا خاصني ما كتبغيش تاكل ما كتبغي زعما عندها واحد عزه النفس ما تقدرش عندك حتى بيمو. ولكن ما عرفناش حنا بلي 3 جوغ هي كاينه في الزنقه حتى حيدا صباطها اللي طلعناها في البياس في السبيطار عاد حيدا صباط عاد عرفتها عاد سولتها قالت لك 3 جوغ هي كانت برا. يعني انا من يعني ما عندهاش شي حد اللي غادي يقويها. جات لوبيطال قالوا ليها خاصك تمشي تاخذي واحد الغونديفو يعني ما تباتش. بلي جينا دخلناها السبيطار لقينا صعوبه يعني كتقول لك راه دوز غير 3 سوايع كاع في الماكسيموم تمشي فحالها. تنطلبهم بيتو عندكم غير ليله وحده ريت ما نقلبوا شي امبيلونس ونجيبوها. لقينا مشاكل حتى البوليس جاوبوهم لنا السبيطار لا صافي سالات خصها تخرج. ولكن هادشي كله مسجل عندنا ولكن رغم ذلك ديك الضغوطات ما وقفتش درت عاود نداءات الناس حتى اتصلت بيا السيده اللي جابتها هنا لوبيطال الشيخ زايد قالت لي جيبيها بنتي وحنا غادي نتكلفوا بها. وصافي جينا من ازيلال والاخوان تعاونوا معنا باش نوصلوها هنا. وانا ملي دخلت لهاد لوبيطال علاش ما نكونوش حنا المغرب كاع اوبيطال ديالنا داير في حلاك؟ يعني علاش الناس ماشي نجمه اول وحده؟ انا بصفاتي مثلا جمعويه في الاقليم كيتصلوا بيا الناس بزاف كيتعدوا بالسم سورتو في الاقليم تاع ازيلال غياب زعما التام لهاد الجانب هذا. غير قبل من النجمه جا عندي ولد من واويزات تعض عضو كلب وتخيلي 12 الليل انا مشيت لواويزات باش نجيب ليه الموافقه وراه هي مسنيه عندي ونعطيها لك نشريها باش نجيبوا الازيلال. كيقول لك ازيلال لا هذاك الجماعه ما تابعناش خاص الدوله تكلف بهم اولا تلقى لهم الحلول. الا هما قطعوا واحد الوصل المصل اللي تيقول لك راه حنا قطعناه ما عندناش دونك خاص الدوله تقلب على البديل يعني ذاك البرودوي اللي كيديروا باش يحميوا هاد الشيء ديال العقارب. خاص هاد البنت مثلا هي دابا تعرضت لهاد هاد البنت دابا شنو المصير ديالها؟ يلا كون ما تكلفوش بها المحسنين كبنت نجمه من ازيلال شنو كان المصير ديالها؟ راه حتى الترونسبور بصعوبه باش لقيناه باش تجي من ازيلال تجي لهنا. علاش ما يكونوش المستشفيات ديالنا في ازيلال تكون عندهم نفس الامكانيات اللي كاينين هنا؟ يعني علاش واش القيمه ديال الانسان ما عندهاش هنا؟ كنشوف انا واحد ما عرفتش كيفاش نقول لك شي حاجه مقرفه ضرني قلبي والله ما نكذب عليك. راه كاين غير مؤخرا في الاقليم الناس تعرضوا يعني لنفس الحاله ديال النجمه توفاو ربما ما لقاوش الامكانيات توفاو. ولكن انا ما كنشوف بلي ان هاد المشكل راه منتشر في ازيلال يعني خاص الدوله تلقى ليه الحل باش ما يوصلش هاد الحاله اللي وصلت. هاد راه غير مغطيه يدها راه لو كنت شفتي يدها ما تقدريش تشوفي فيها الحاله اللي وصلت ليها نجمه راه نجمه غير. ولكن تنتمنى تكون اخر نجمه في الاقليم اللي تتعرض بحال هاد الحاله هادي. ما خصهاش ما خصوش يستمر خاص وزير الصحه ينتبه لهاد المشكله. هاد المشكله خطيره هاد المشكله راه هي اخطر حاجه كتروج في الاقليم. وتنوجه ليه نداء من هذا المنبر هذا كنقول لوزير الصحه انه ينتبه لان كاين غياب تام في الاقليم. انا كنقولها له هكا عجبو الحال ولا ما عجبوش كاين غياب تام.